لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن خلق الإنسان من عجل. مرة أخرى من السرادة المقام المغفور له بإذن الله تعالى، ومن موجات الحاج محمد السبك الصوتية، نلتف بكم ساويا حول مأدبة القرآن الكريم، وقارينا في هذه الليلة كار جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ حسن عبد العليم سليمان، القارئ والمقيم بحضواس البلد. ندعو له بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به
وإسماعيل وإدريس وذا إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب لنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس الصابرين.
وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا
رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات ويدعوننا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها
أمتكم أمة واحدة. صدق الله العظيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم حسيسها. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك المبعدون لا يسمعون حسيسها. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى
يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم لبلاغا لقوم عابدين
إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. والله لو صفت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وهل يشبع المحب من حبيبه وهو في غاية مطلوبه؟ قرآن محكم وأداء متقن وصوت يذبح في ملكوت السماوات والأرض، بصوت فضيلة القارئ الشيخ حسن عبد العليم سليمان القارئ والمقيم بحلواس البلد. كان معكم وبتوفيق من عند الله إذاعة صوتية، هندسة كهربائية، والمعرض الفني الحديث الذي ركب من إدارة المخازن الحاج محمد السبكي بطليا. أما التليوة القادمة للقارئ الشيخ ماجد أسامة الشيتي القارئ والمقيم بالخور، سعيكم مشكور جميعاً.